السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ بسوي معاكم اليوم سالمون بالخضار. راح احتاج اول شيء سالمون، سواء فريش او مثلج. اهم شيء اذا تستخدمون المثلج تخلون الثلج يفك تماما، بعد كده تبدؤون تتبلونه. بالنسبه للتتبيله راح احتاج كمون، بهار مشكل. هنا عندي بهارات خاصه للسمك، عباره عن ليمون وشبت، مجففينهم ومطحونين مع بعض تعطي حموضة حلوة، وفلفل أسود، ملح، وثوم بودرة. إذا ما عندكم ثوم بودرة ممكن تستخدمون ثوم عادي. أهم مكونين هما هالبهارات، أي بهار سمك معتمدينه، والكمون. مرة يعطون طعم للسمك يعني وللسيفود عموما. حطهم كذا، وزعهم، بعدين بوزعهم بيدي. بس قبل ما أبدأ عشان اتاكد ان المكونات كلها بتتغلغل للسمك، راح اوزع شويه زيت الزيتون، وهذا بيساعدني اوزع كمان بسهوله. طبعا السالمون ما ياخذ وقت، بس حلو اذا تتبلونه من وقت بحيث انه ياخذ قد ما يقدر من التتبيله يتشربها تماما. فعشر دقائق كفايه الطبخ يعني، فأنا بخليه عشان يستوي بسرعة بخليه آخر شيء. فبسوي بتبل معكم الخضار، تقريبا التتبيلة مرة تشبه هذه يعني تتبيلة السمك، ومرة مناسبة الطبخة يعني للناس المستعجلة المداومين ما عندها وقت، وصحية وغنية ما شاء الله بالأوميغا 3، وكلها تقريبا في طبق واحد، في صينية فرن واحدة. كذا بخليها على جنب واحط الخضار هنا. طبعا بالنسبة للخضار زي ما انتم شايفين هنا عندي ميكس خضار مثلجة، اذا عندكم فريش طبعا افضل. وهنا عندي بطاطس قطعتها كبير على شكل ويدجز، فبتبلها الحين. التتبيلة مرة تشبهها مع هذا الشيء الوحيد اللي استغنيت عنه، اللي هو بهار الليمون والشبت. حسيت انه مرة حامض حيكون، وانا ما بطعم الحموضة في الخضار. وحطيت شوية بابريكا، اخلطهم كده تمام، وثوم، بهار مشكل وكده يعني. اوزعهم كده، استخدم زيت الزيتون عشان، او اي زيت نباتي عندكم عشان. تحبون تزيدون شيء معين بإمكانكم تزيدون الحين، فلا تفضلون. حتى البهارات يعني لكم حرية الاختيار، بس أنا عن تجربة لي من نفسي يعني هذه البهارات اللي تناسبني واللي أحب نكهتها في الأكل أو في هالنوعية من الأكلات، حلوة جدا وأحسها مناسبة ويعني وتوافق أغلب يعني أغلب الناس، يعني أغلب الناس يتفقون على الطعم والنكهة هذه يعني. كذا تكون تدخل الفرن، أسبق التشغيل من فوق ومن تحت،